ليلى رح يكون في آخر حلقة من حوار الأجيال Intergenerational Dialogue. Follow me on SWordLB وتابعوا الحلقات on the Beirut Banyan Podcast. أنا جاني من أوفل Social Worker، تخرجت من الإيكول سوشيال سنة 1975. صار لي فرصة بعدين ارجع بالواجي اعمل سبيسيال ليسانس واول سنة ماتريز، واللي من سنة 1975 وبعدني لهلأ بشتغل بمجال العمل الاجتماعي بلبنان بوظائف مختلفة بمؤسسات مختلفة بمستويات مختلفة. بس خلال كل هالفترة اللي اشتغلت فيها بقدر اقول انه كان عندي شغف انه عيش المهنة، انه اضلني صادقة مع حالي وصادقة مع المستفيدين اللي عم بشتغل معهم ومع المؤسسات اللي عم بشتغل معهم. رني خوري، أسيستانت سوسيال، تقريباً قلي شي 3 سنين مخرجة، عم نحكي من الجامعة اللبنانية. أكيد من قبل في خبرات تانية يعني على صعيد النشاطات الاجتماعية، على صعيد الاستاجات اللي كنا نعملهم. فإذا بدك خبرتي شوي هيك مشكلة يعني من أمبو دي تو. العمل الاجتماعي هو من القصص الحلوة كتير يلي عملتها بحياتي، ويمكن ولا نهار بندم على هذا الاختصاص لأنه نقيته بكل إرادة وبكل محبة وبكل شغف يعني أنه نكون عم بشتغل فيه. بحب أعرف منك إذا شي مرة من قبل مثلا أيام الحرب مقارنة بهلا، أو يمكن مش بس بأيام الحرب، بأيام أزمة معينة عشتيها خلال أكيد خبرتك العملية، بتلاقي انه في شيء تدخل معين قدرت تعمليه حقق نتيجه عن جد كنت يمكن لقيتيها فعاله بقلب على صعيد التدخل الاجتماعي؟ كنت سكونيست وقت الحرب بمستوصف سكني. بهالسكنات بفتره من الفترات كانوا يحجزوا الشباب اللي عندهم اللي بيتعاطوا مخدرات او غيرهم يحبسون. كان في طبيب أخصائي يجي يعالج هالشباب. بالنسبة للأشخاص هاللي برات الحبس كان في حكم كتير كبير عم بيحكموا هالشخص، هيدا بيتعاطى يعني بطل إنسان، يعني بطل. لا شو عم بتجيبه الحكيم، لا شو عم تخلي وقت معه، لا شو عم تتواصلي مع أهله، لا شو عم تعمل، ما هيدا مدمن. وهيدا كانت الصورة. بصراحة كنت مصرة مش بس إنه أشتغل مع الشباب ومع الحكيم ومع أهلهم، أشتغل مع المجموعة اللي كنت أنا معها. وصلت لوقت حطيت التيماتوم، أنا هون بدي كفي أشتغل هيك، بتحبوا كفي أنا بكفي، ما بدكن أعمل هيك أنا فيلي على البيت. هيدا الشي خليهن يغيروا 180 درجة ويتواصلوا معي إنه لا it's okay، نحن قبلينين بس خليكي هون. okay so كتير صعب بس تشتغلي ضمن مجموعة مسكرة مع أفكار معينة، مع أفكار موجودة بمجتمعنا، مع حكم عم بيطلع على أشخاص عاشوا ظروف وصلتهم لمحل ما بقى قادرين يغيروا. كان بيقدر يكون من مكان، كان بيقدر يكون خيي، كان بيقدر يكون ابن الجيران، كان بيقدر يكون حدا منهم ثائبت إنه حدا غيرهم. لحتى توصلي لوقت تشركي الأشخاص اللي عم تشتغلي معهم بمسؤولية قرار يتقبلوا أو يغيروا تصرف، أحياناً بدك تكوني جازمة وبذات الوقت يعرفوا انك جدية بهاللي عم تعملي. ما كان سهل القرار بس وصلت فعليا لوقت قلن يا هيك بكفي الشغل وانا ببقى، يا اذا بدكن تعيشوا غير شيء انا فل على البيت. وهيدا اللي ساعد انه يقلبوا انه لا it's okay ويتقبلوا هل الشغل اللي كان عم بيصير. وبقول انه كان فعليا شغل بروفيسيونيل ساعد قسم من الشباب انه يعيشوا خبرة مختلفة واخدوا فرصة انه يظهروا من مشكلة
لوحدهم ما كانوا قدروا يظهروا منها. أكيد القصة قديمة عم بحكي من أيام السبعينات، بس بوقتها كانت بالنسبة لي كتير مهمة، لأنه بدك تعرفي تاخدي موقف بمحل معين إذا أنت مآمنة بهاللي عم تعملي، لأنه غيرك مش دايماً بيآمن مثل ما أنت بتآمني باللي عم تعملي. أكيد بالخبرة اللي عندك إياها والتعاطي مع المؤسسات اللي عم تشتغلي معهم، قديش بتلاقي قادرة قدن لك محافظة على النزاهة المهنية تبعك وقت اللي المؤسسات اللي عم بتمولنا عندها أجندات أوقات مختلفة وعندها أهداف مش واضحة ومختلفة عن هاللي نحنا عم نعيشها وحابين ننجزها؟ أكيد بالنهاية عم نشتغل مع إنسان، يعني مع أشخاص تعرضوا لأشياء، يعني أكيد نحنا لازم على طول نكون على حياد، لازم نكون مهنيين بالتصرف معهم، وبالنهاية يعني في عنا أخلاقيات معينة لازم نكون أكيد عم نشتغل فيها. صحيح. أوقات بتحسيها مهددة؟ صارت معك أنه كنت عم تشتغلي بمحل حسيتي أنه هالأخلاقيات هيدول مهددة لأنه القرارات مش نحن عم ناخدها، نحن أوقات عم بيكون عنا دور تنفيذي، حسيتي شي محل أنه عن جد هاي هالأخلاقيات ممكن تتهدد؟ أكيد، ما هو حسب كل مؤسسة، يعني في مؤسسات هن من الأول بيكونوا مثل ما قلتي يعني حاطين حدود وبيرفضوا يعملوا قصص هي ضد مبادئهم أو ضد الخط يلي هن بيكونوا عم بيتوجهوا فيه، ويمكن في مؤسسات ما رح قلك بيقبلوا، بس يمكن مثل ما كنت عم تقولي بيجربوا بطريقة أنه هن أكيد يضلوا محافظين على هن السيادة والاستقلالية تبع مؤسستهم والقرارات يلي هن بيطلعوها، يعني بغض النظر شو ما كان المشروع يلي عم يطلب. لا أنا كنت بشتغل أول النزوح السوري بمنطقة البقاع، كنت أشتغل مع مؤسسة عم نشتغل مع النازحين السوريين، وفي مؤسسات دولية كبت حالها كب لأنه كان في كم هائل منهم خذوا مصاري قد ما بدكم بشتغلوا مع النازحين السوريين. أنا كنت أشتغل مع شخص إنساني وكان عنده فريق عمل كتير كبير وكان معروف وعم بيعمل إنجازات بالمنطقة بشغله، بس كنا بلشنا نشوف بالقرى اللبنانية ردات فعل من قبل اللبنانية على الوجود السوري كتير سلبية، لأنه كانوا عم بيشوفوا أنه في كتير خدمات عم تنعطى للنازحين السوريين لأنه كانت حاجاتهم كبيرة، بس كمان في حاجات كانت عند العيلة اللبنانية عم بيحسوا أنه مش قادرين يلبوها. بقى بوقتها ساوم المدير اللي كنت معه على برنامج، قال لهم أنا مستعد أشتغل مع السوريين بس تسمحوا لي أشتغل مقابلهم مع اللبنانيين. وإفكتيف ما هذا اللي صار، صرنا نشتغل مع النازحين السوريين ومع اللبنانيين وقت الحاجة كانت موجودة، هيدا الشيء عطينا نفس. بس لو بدنا نتبع بس هاللي كانوا عم يطلبوا منا المؤسسات الدولية بوقتها كانت المصاري موجودة بس كرمال النازحين السوريين وكانت حاجاتهم كبيرة. هلأ وقت صار فيها المساومة على الأقل النقل حاجة عن الأرض لهالمؤسسات، وبوقتها كان في موافقة أنه نقدر نشتغل بنسب معينة مع نازحين سوريين واللبنانيين بنفس الوقت. ما هي يمكن شيء صغير صار، مش كل العالم تقدر تعمل هالشي بوقتها وبظرفها، كان بمحله وأعطي نتيجة إيجابية كانت قدرناها من الجهتين. إذا بدي هيك يعني بجواب يعني يا موافقة يا مش موافقة، برأيك أنه مهنة العمل الاجتماعي بيومنا اليوم بتلاقي أنه هي عم بتموت، يعني عم بتخف هيدا المهنة، ولا بالعكس هي بعدها موجودة بعدها إلا ذات التأثير يعني عن قبل؟ Definitely لا مش عم بتموت. أكيد أكيد مش عم بتموت، عم تلبس تياب مختلفة، عم بيكون إلى وجه مختلف، عم تتغير، عم تتكيف، بس مش عم بتموت. بالعكس أنا اللي بشوفه أنه عم بتمد أكتر، عم بتفوت على مجالات جديدة، عم تفتح إمكانات
تعاون مع اختصاصات مختلفة، عم تتكيف بعمل ضمن مجموعات أكبر، بس أكيد دفنتلي لا مش عم بتموت. خي وهذا يمكن بيبين من خلال اليوم الجامعات يلي بعدها مستمرة بالصفوف تبعها، بعضهم يعني بعد في كتير أشخاص هلأ عم بيفوتوا يدرسوا هيدا المهنة وعم يعملوا استاجاتهم بعدة محلات. فمثل ما قلتي يعني أكيد عم تتنظم مهنياً أكتر وبحاجة لتنظيم أكتر، وعندنا كتير إشياء لازم نشتغل عليها تنخليها عايشة. يعني نحنا ما بنحب نكتب، نحنا ما بنحب نوثق، نحنا خبرتنا عم بتروح ما عم نقدر نحفظها، وهي حرام. لازم نقدر نعمل إفور تنخليها، بس دفنتلي لا مش عم بتموت، عم تغنى أكتر. نحنا نتخرج من الجامعة مثل ورقة بيضة. ما تكون تضحكوا علي بس قول هيك، لأنه أنت بعد 4 سنين جامعة بتحسي حالك ملك الدنيا بس تظهري من الجامعة. بس نحن عم نقدر بعد ما نظهر من الجامعة نكون موجودين بمحلات، عم نخلق علاقات مع مجالات مختلفة، عم تسمح لنا نقدر نشوف العمل الاجتماعي بمنظار آخر. واحد من الأمثلة اللي بقدر أخدها أنه بمجرد ما نكون موجودين ضمن فريق متعدد الاختصاصات، صار عم ينطلب منا تكيف أكتر وندافع عن مهنتنا، وبذات الوقت نتعامل مع مهن أخرى تخلق لنا مجالات أكبر للتدخل. يعني عم نقدر نختبر حالنا مع الآخرين، عم نقدر نغني حالنا من خبرة الآخرين، عم نقدر ننفتح على مجالات جديدة ما كنا قبل نفكر نشتغل فيها. بتقدر تجيب لنا أفكار ريادية جديدة، تقدر تجيب لنا أفكار عمل ممكن ينعمل مختلف عن حدد الحاجة، أعطيه جواب لهالحاجة. هالعالم شو عايزين بأمن له؟ نو. صرنا هون مبدأ مختلف تماماً، صرنا عم نفكر نطلع بمشاريع نقدر نشرك فيها العالم لحتى تكون هن عندهم فعالية أكتر وعندهم دور أكبر. ما عم نكون بس موجودين بمكتب منسمع شو الحاجة، نحن اليوم فينا نطلع من الحاجات على مستويات مختلفة أكتر، فينا نطلع نشتغل أكتر على مجال السياسات، فينا نشتغل هو إشي ما كنا نفكر فيه قبل بس اليوم صارت ضرورية، ما بنشتغلها وحدنا، بنشتغلها من خلال مؤسسات، بنشتغلها من خلال المجلس النيابي، بنشتغلها من خلال خطوات أو يعني pardon paths يعني طرق مختلفة. بس هو إشي كنا قبل نقول أسيستانت سوسيال يعني بتساعد العالم اللي عايزين، أسيستانت سوسيال صارت اليوم عم تشتغل مع بسيكولوج ومع بسيكياتر، صارت تشوف غير شيء، صارت تشتغل على السنسيبيليزاسيون، صارت تشتغل على التوعية مختلفة، صارت أوقات تستعمل السوشيال ميديا تتوصل للأشخاص تتوصل فكرتها، صارت عم تتعاطى مع التكنولوجيا. هيدي شيء جديدة، هيدي بتعيش المهنة بشكل مختلف. صرنا اليوم عم نشتغل مع غيرنا على مشاريع بالوعي البيئي، عم نشتغل على الإيكو سيتوينتي، عم نشتغل على بالزراعة حتى في إلنا دور. قبل ما كنا نفكر منقدر نكون فعالين وموجودين بمجموعات باختصاصات مختلفة ونلاقي لحالنا دور بيناتهم. أوكي، هيدا الشيء المختلف. مشان هيك عم بقول عم بتصير أغنى، لأنه كمان عم تجبرنا ندفش حالنا لقدام، نتعلم أكتر، نتواصل مع غيرنا، نخلق مساحة مشتركة لإلنا مع الآخرين المختلفين. هيدا اللي عم بيعطينا الغنى هاللي قبل ما كان عنا إيه. كان في مجالات تراديشنال معروفين، تشتغل بمستشفى، تشتغل بمدرسة، تشتغل بONG، شغلتها تتعاطى مع العالم مباشرة. نو، اليوم صار في مجالات مختلفة أكتر فينا نلاقي حالنا فيها وفينا نكون فعالين فيها. اليوم عايشين بعالم هيك مزعج أوقات وبعالم صعب. إن شاء الله تكونوا حبيتوا الحلقة لهلأ. ما تنسوا سبسكرايب لايك يوتيوب شانل SWLB The Beirut Banyan Podcast. منتابع سوا. من ناحية نحن تربينا
على أنه منساعد المحتاج. من ناحية تانية تربينا أنه الإنسان بضل إنسان، بس اليوم عم بشوف مواقف اجتماعية صعبة. اليوم السوشيال وركر برأيك هي مع الضحية أو هي مع المجرم؟ وين برأيك بتشوفيها أكثر للسوشيال وركر؟ هل هي على مسافة متساوية بين المجرم والضحية؟ إيه أو لا؟ إذا سوشيال وركر بتقدر تكون موجودة بمحلتها، نقول بمؤسسة بتشتغل مع الأشخاص اللي عندهم إجرام أو شيء، بتقدر تكون عم تشتغل بالسجون مثلاً، وبتقدر سوشيال وركر تكون عم تشتغل بمستشفى، وحدا منهم بمستشفى وحدا منهم بالسجن. هل تعتقدي أنه أنا كسوشيال وركر اليوم قادرة أميز بين ضحية والمجرم؟ أوكي، إذا بدك قبل شوي كنا عم نحكي عن قصة النضج وكيف الشخص عن جد بخلال خبرته بالمجال يلي هو عم يشتغل فيها، بخبرة الحياة بالجامعة، غير يعني كل الأمور يلي بيقطع فيها بالمسار المهني، مثل ما كنا عم نحكي بالنسبة لقال النضوج هو شيء كتير أساسي. يعني نحنا اليوم لما عم نتعامل مع إنسان ما فينا نفوت مشاعر، يعني ما في يقول أنه أنا مثلا تعاطفت مع هيدا أكتر من هيدا. يمكن أوكي طبيعة الإنسان أوقات بيتعاطف، بس إذا عم نحكي نحنا مع إنسان وعلى الواقع وعلى قوانين وكا، عن جد إذا بدنا نحكي مهنيا كتير صعبة. إيه برجع بقول كتير صعبة، بس ما فينا نفوت أحاسيس ومشاعر بهيدا التدخل، وإلا عن جد ما منكون عم نشتغل الدور الأساسي تبعنا. أكيد في أوقات يمكن في إشياء نحنا ما منكون مقتنعين فيها، وفي أمور منتعاطف فيها أكتر من محل تاني، بس يمكن هيدا اللي بيميزنا عن غيرنا كان احنا كسوشيال وركر، انه نحنا عنا يمكن هيدا القدرة انه عن جد نقدر نفصل بين هول القصص، والاشخاص يمكن يلي ما بيقدر يفصلوا فافضل انه عن جد ما يكونوا سوشيال وركر، لانه عن جد هالقد شيء كتير دقيق، لانه يمكن اوقات بكلمة بنظرة بحركة عن جد نحنا كتير منقدر نلعب دور بحياة هول الاشخاص. فكتير كتير مهم، يعني عن جد كتير بلاقي مهم عن جد الواحد يقدر يفصل، يقدر يشتغل على حاله، يقدر عن جد يعمل يطور من حاله تيقدر عن جد يفصل بين هول القصص. هيك بتعرفي وين حسيت بهيدا الموضوع؟ وقت اللي بنقعد وفي أشخاص منهم سوشيال وركر معنا عم نحكي عن حادثة صارت، بتسمع العالم هيدا حيوان، هيدا هيدا ما بعرف شو كلمة تانو، أنا ما بقدر أقولهم هيدول، لأنه بيتفاجئوا أنه ما عم تعمل ردة فعل، قالون إيه أنه ما فيني أعمل ردة فعل، شو ظروفه؟ هلأ وقت تحكي عن ظروفه؟ أنه شو ظروف اللي وصلته لهون؟ أنه أنا مني قاضي تأحكم، مش شغلتي، صح. ما عم بقول اللي عمله مزبوط، هاللي عمله مش مزبوط، بس شو الظروف هاللي عايشها؟ يعني هون بحس الفرق بيننا وبين أشخاص غيرنا ما عندهم هالزبجك هالمسار المهني. أنا بقولوا أنت بلا أحساس، أنت ما عندك راس، أو أنت ما بقى تعرفي كيف لازم تعملي ردات فعلك. أنا هيك تعلمت أنه أنت قاضي شيء تتقول، أنت عم تحكم عليه، قول اللي عمله مش مزبوط، هيدا حق أنه مزبوط، هاللي ما عمله ما بينعمل مش مظبوط، بس انا السؤال اللي بسال حالي ليش؟ هيدا غيرنا ما عنده هالطريق، كتار مش كل غيرنا يعني مش كلهم، بس في كتار ما عندهم هالطريقه، بيعملوا ردات فعل مباشره. نحن بعد الحمد لله انه عندنا قدره انه نوصف الاشياء بالكلمات الصحيحه، ونحاول نضلنا عنا هال الإنسانية اللي بتميزنا عن مهن أخرى. اليوم وجود السوشيال ميديا له واقعة كتير إيجابية على شغلنا كسوشيال وركر. بتوافق أو ما بتوافق؟ أوكي. ما بوافق لسبب، لأنه السوشيال ميديا إذا بدك هو سيف ذو حدين، يعني في له أكيد القصص الإيجابية وفي الجوانب السلبية. أكيد يمكن اليوم هو
من ناحية عم بيساعد المؤسسات يمكن تبين أكتر شغلها، بيساعد أنه مثلاً لما الشخص عم بيتعرف على حقوقه على واجباته من خلال أكيد كل الحملات التوعية اللي بتنعمل، المناهضات، كل الأمور يلي عم تنعمل، أكيد هيدا الشيء بيساعد الإنسان يلي نحن أصلاً منشتغل حتى نخدمه، فهو عم بيساعده لحتى يعرف حقوقه واجباته، يتعرف على القصص يلي هو لازم يمكن يتعرف عليها أكتر، وإذا بدك تتوسع يمكن الأفكار والأمور يلي نحن يمكن منعرفها. من الناحية السلبية، أوقات مثلاً في خروقات عم بتصير ببعض المؤسسات لما نحن يمكن عم نضطر أوقات مثلاً بمحلات معينة يكونوا عم بيصوروا يمكن أشخاص، يكونوا عم بيفوتوا على بيوتهم، خصوصاً ببعض الأزمات يلي عم بتصير. فهذا الشيء يمكن الأشخاص اليوم بتضطر أنه توافق يمكن لأنه بتفكر أنه هذا الشيء أحسن لألا. بالواقع أنه هذا الشيء ما لازم يكون عم بيصير، يعني على طول يمكن نحن لازم نتوخى الحذر مثل ما بيقولوا بهول الأمور السوشيال ميديا، لأنه هي بالنهاية عم بتأثر بحياة الأشخاص، عم بتضوي أكتر يمكن عم بيبينوا أكتر بمجالات معينة، يمكن خاصة بالمساعدات إذا بدنا نحكي، يعني يمكن هول العيال مثلا ما بدهم أنه بعدين جارهم يعرف أو ما بعرف مين يعرف أنه هو عم يتساعد من هيدي المؤسسة. فكتير أوقات يمكن السوشيال ميديا مثل ما كنا عم نقول عن جد بتلعب دور سلبي، فبهول الأمور عن جد كتير مهم يعني يتفسر للعائلة شو عم بيصير وليه عم ينعمل هيك، ويكون يمكن عن جد كتير واضح بالنسبة لألون. دونك جواب هو اي ولا صح؟ اي، لأنه هي سريعة بتوصل لأشخاص كتار، فينا نستعملها بشكل إيجابي ونوصل أفكار وبرامج ونتائج وكله، بس بذات الوقت إذا أسيء استعمالها فيها تكون مضرة للعامل الاجتماعي وللعائلات وللمؤسسة اللي نحن فيها. أكيد. It makes sense. It makes sense. أنا عطيني. عرفنا من فترة بقصة الحضانة يلي صارت، الموضوع يلي ضج الدنيا وعن جد يعني عمل إذا بدك مثل شوك كتير كبير بالمجتمع وعن عدة أشخاص. ردات الفعل يلي صارت تجاه العاملة كانت محققة؟ ردات فعل العالم كانت كتير قوية، لأنه كان في أطفال بدأ، والأطفال نحن مسؤولين عنهم. بتفهم ردات فعل العنيفة اللي صارت، هي كانت قوية أوكي، بس بتفهم لأنه الأطفال هن خط أحمر، ومش معناتها ما باخد بعين الاعتبار الوجع تبع الكبير، بس الكبير بيحمل مسؤولية الأصغر مهنيا. هون ردات فعل العالم اللي طلعت بلاقيها كتير طبيعية عند العالم. هلا أنا كسوشيال وركر برجع بسأل حالي السؤال، ليش؟ العاملة مسؤولة بس مش واحدة، في حدا وراها، في إدارة، في عالم لازم تشوف شغلها، في عالم لازم تشوف شو عم تعمل، لازم تتبعها، لازم تعلمها، لازم تحطها على السكة، لازم تراقبها. okay. so, ردة فعل اللي طلعت على العاملة كانت كتير قوية، بفهم بس في حدا تاني وراها لازم كان ينحكى عنه قبل ما ينحكى عن العاملة. بس بفهم العالم لأنه هون كان في أطفال، والأطفال نحن بنحمل مسؤوليتهم، وهيدا موضوع كتير حساس، في مسؤولية تجاه الأطفال. العالم كلها تعاطفت مع الأطفال وأهلهم وعملت ردة فعل قوية على العاملة. بقبل هالردة الفعل أنه أنا بفهمها، أنا ما بقدر أعملها، أنا بروح من بعدها تأسأل ليش صار هالشي، بس بفهم تماماً العالم نظراً للمسؤولية تجاه الأطفال، الأهل اللي مأمنين على أطفالهم، الأهل اللي لقيين بدائل عنهم هن واللي ما شافوا بالنتائج ذات التصرفات. دونك جوابي هو إيه ولا ما في ايه وما في لا. ايه ولا العاملين الاجتماعيين لازم يشتغلوا على السياسات اللي بتساند العدالة الاجتماعية والوصول المتساوي للموارد. موافقة او غير موافقة؟ اكيد موافقة،
والعاملين الاجتماعيين اليوم كل واحد على طريقته عم بيشتغل، أوقات بمناصرة أوقات لا، عم بيشتغل حتى يساند العدالة الاجتماعية تيوصلوا العالم للموارد أو تيوصلوا بشكل متساوي للموارد. إنما اليوم اللي عم بيشتغلوا بمسؤوليات مختلفة فيهم يشاركوا أكثر بالسياسات إذا كانوا بموقع مسؤولية، ويمكن يشاركوا أقل بالسياسات بس بيشاركوا فعلياً بتصرفاتهم مع المستفيدين حتى يقدروا يأمنوا الفرص المتساوية لكل المستفيدين عندهم. هلأ هيدا ما بيكفي، لأنه المناصرة مفروض تخدنا لمحل نروح على الشارع ونوقف ونطالب. إنما هيدي عنا مشكلة فيها بلبنان، المحاولات الصغيرة اللي صارت خليني أقول استهلكت بطريقة مختلفة. نحن اليوم بالمناصرة بعد مش قوية كفاية حتى نعمل خطوات لقدام. هون برأيي لازم بعد نتحالف مع أشخاص واختصاصات مختلفة، من آمن سوا إنه المناصرة مهمة حتى نكون بالشارع موجودين أكثر للمطالبة بالعدالة الاجتماعية. في تخوف بكل حركة بتصير، بس ينزل على الشارع عم تنغب الحركة وعم تستهلك أو تستعمل سياسياً. لازم نلاقي طريقة ذكية نقدر أو نظهر منها أو نستهلكها تنوصل لهاللي نحن بتنيه، وهيدا بفتكر بيرتب مسؤولية كبيرة علينا، بس بنفس الوقت التحدي كبير كمان، لأنه مش حيالنا ننزل على الشارع تننزل على الشارع، مفروض تكون خطوات مدروسة حتى توصل لنتيجة فعالة، وهيدا بيتطلب منا شغل أكتر. انت بتلاقي انه الاسيستانت سوسيال عندها دور اجان دو شانجمان مزبوط اليوم، يعني محل ما نحن منشوف حالنا فعليا هل نحن عم نقدر نلعب دور اجان دو شانجمان؟ اكيد، لانه يعني نحن مثل ما كنا عم نقول اوقات بكلمه بنظره بردت فعل معينه، نحن عن جد عم نرافق هول الاشخاص، وبالعكس يعني نحن اذا بديك مسؤوليه اكثر من انه اجان دو شانجمان، لانه عم نوقف معهم يعني نكون حدهم نرافقهم اكثر، فاكيد في مسؤوليه تجاههم. وفي يعني نحن لما عم نشتغل على القصص اللي عم بتصير على المشاكل الحياتيه، فاكيد نحن عم نساهم انه نكون اذا بديك عم نرافق بتحسين يمكن الانظمه او القوانين او القصص، اكيد حسب كل موقع كل شخص. مضبوط، فيها نظرية من ناحية مضبوطة، لأنه عم نشتغل لوكالمان. الشيء اللي بيخوفني هو نحن منشوف حالنا بمحل غيرنا بيشوفنا بغير محل. يعني نحن لازم نروح أكتر على موقع مسؤولية، لازم نتوسع أكتر بالمسؤوليات تنقدر ناخد هالدور هيدا ونعيشه. فعليا كتار من السوشيال وركر عم بيضلوا بدور المنفذ، مش عم بيقدروا يطلعوا على المشرع او الشخص اللي بيقدر يغير. هيدي يمكن مع الوقت مفروض انه نتوسع اكثر بمجالات مسؤوليات اكبر بتقدر تسمح لنا حقيقه نكون عم نشتغل على تغيير معين. نوصل له بدنا نشتغل. لأنكم تبعتونا للآخر، ما تنسوا لأحد رح نبلش حلقات جديدة قصة حياة عمال اجتماعيين عطيوا كتير لهيدا المهنة. تابعونا أسورد ألبي ببيروت بانيان بودكاست، ناطرينكم.